نصمم في حته يعني فكره يعني ما بيحطوش لها سمد يعني بيحطوله ما حطن له سمد؟ فحر تحته حطوا الزخ؟ فحر شفت امه تحروا؟ كل سنة بيعملوا كده بيفحروا فقرة كده حطوا الزخ؟ والله وذكروها؟ بيذكروها كله وبيذكروا ده كله بس ده ذكر بقول لك ده حاجة ده كان مليانه